السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور محمد سمير، هنشتغل مع بعض محاضرات الكهربية، ودي جزء من الكورس بتاع الإلكتروماجنتزم. الإلكتروماجنتزم هو بيبتدي في الأول إن بيعرفك إيه هي الكهربية، بعد كده بيعرفك إيه هي المغناطيسية، وبعد كده بندرس الإلكتروماجنتيك ويف أو الإلكتروماجنتزم اللي هي الكهرومغناطيسية، اللي هي تطبيق عليها زي الضوء مثلا أو موجات الموبايل والراديو وغيره يعني. خلال محاضرة النهاردة إن شاء الله هنتعرف إيه هي الشحنة الكهربية، إزاي نصنف المواد من وجهة نظر الكهرباء، هنتكلم على التشارج ترانسفير وعلى القوى الكهربية أو الإلكتروستاتيك فورس اللي هي كولومبس. أول حاجة، الناس لاحظت الشحنة الكهربية دي إزاي؟ كان في بداية الموضوع إن أنا لو جبت مثلا رود من الزجاج مثلا على سبيل المثال، وبدأت أقربه من ورق، مش هيشد ولا أي حاجة. طب لو أنا فركته مثلا في قطعة من الصوف وبعد كده قربته منها، هلاقي بيحصل عملية انجذاب. فالناس بدأت تفسر إن أنا في يعني سبب الانجذاب ده ممكن يكون تولد شحنات على سطح الأجسام اللي موجودة عندي ديت، الأجسام العازلة دي. وطبعا زي ما احنا عارفين إن أنت لو قربت الشحنة السالبة من مصدر أو جسم تاني مشحون بالسالب، فبيبتدي يحصل عملية ريبالشن، عملية تنافر. ولو شحنات مختلفة فبيحصل عملية ايه؟ اتراكشن، عملية تجاذب. طيب انت دلوقتي عمال تتكلم بتقول لي ان في شحنات موجبة وفي شحنات سالبة، طب عايزين نتعرف على الشحنات ديت. فقال لك طب لو كده بصينا على اي جسم موجود حواليك، فهو عبارة عن مجموعة، مثلا الترابيزة اللي قدامك، المكتب، الحيطة، ايا كان، فهي عبارة عن مولكيولز. المولكيولز او الجزيئات دي هي عبارة عن مجموعة من الذرات او الاتومز. الاتومز دي بقى هي اللي بتحتوي على الشحنات اللي حضرتك بتتكلم عليها. الشحنات ديت او اللي بنسميها الاليمنتري تشارجز، اللي هي زي ايه بقى الاليمنتري ديت؟ الالكترونات اللي هي بتمثل لي الشحنات السالبة، وفي عندك الشحنات الموجبة دي الموجودة جوه الايه، النيوكليوس او النواة. النيوكليوس ده بيحتوي على البروتونز اللي هي الشحنات الموجبة، وعلى النيوترونز اللي هي الشحنات المتعادلة. وزي ما اتفقت مع حضرتك ان الالكترون ده هو بيلف في مدارات حوالين النواة، بس زي ما شفنا في الكوانتم ميكانيكس بعد كده راح اقول لك ايه، والله انا صعب ان انا احدد المكان بتاعها بالظبط، فعشان كده بنتخيلها ان هي على شكل ايه، كلاود، هي بتبقى سحابة حوالين الايه، النيوكليوس الموجود عندك. طيب جدول زي اللي قدام حضرتك ده مش مطلوب منك طبعا ان انت اكيد ان انت تحفظه، لان انت ممكن على جوجل تسيرش وتطلع الارقام ديت، فمش دي القضية بتاعتنا. بس حضرتك لازم وانت بتتفرج على الحتة ديت او ان انت بتقراها، فانت لازم تكون فاهم معنى الارقام دي. تقصد ايه بالكلام ده؟ يعني انا دلوقتي مش لازم ابقى حافظ ان اللي تشارج 1.6 مالتبلاي 10 باور نيجاتيف 19، لا، انا يهمني ابقى عارف ان الاتنين دول ليهم نفس اللي تشارج، بس واحد منهم بوزيتيف والتاني ايه، نيجاتيف. طب الحاجة التانية ان اللي تشارج بتاعت النيوترون دي المفروض ان هو نيوترال او متعادل او شحنته بزيرو. بالنسبة للماسز فانت تقريبا الماس بتاعت البروتون والنيوترون الاتنين قد بعض واكبر بكتير من ايه، من الالكترون. يبقى انا دلوقتي لما اجي اقول لك والله انا عندي الكترون استبدلته ببروتون مثلا، خلاص انت عارف ان التشارج ذا سيم ماجنيتيود، بس الساين اتغيرت. طبعا موجب وسالب دي هتفرق معايا زي ما هنشوف بعد كده، مثلا في اتجاه القوة، مش عارف ايه الكلام ده كله. طب قال لك حطيت نيترون مثلا، لا خلاص ده اللي تشارج بزيرو، ده هيبقى القوة مثلا بزيرو مثلا على سبيل المثال. فيبقى انت مش مهم الفاليو قد ايه، بس تبقى فاهم الخصائص بتاعت الشحنات ديت وعلاقتها ايه ببعض. طيب واحد دلوقتي هيجي يقول لي ما انت عمال تقول لي ان كل حاجة حواليك فيها اتومز، وبالتالي الاتومز دي فيها الكترونات وبروتونات، طب انا ليه لما باجي امسكها ما بتكهربش؟ الاجابة على السؤال ده ان كل الاتومز في وضعها الطبيعي بتكون electrically neutral، بتكون متعادلة كهربيا. يعني ايه متعادلة كهربيا؟ يعني عدد الالكترونات بيساوي عدد البروتونات. وانت حضرتك دلوقتي عارف ان البروتون والالكترون ليهم the same charge magnitude، بس بيكون هما الاثنين اوبوزيت في الايه، في الساين، يعني واحد موجب والتاني سالب ونفس العدد. فبالتالي لو حسبت التوتال بتاعهم النت بتاعهم هيطلع بكام؟ بزيرو في الاخر. فعشان كده كل الذرات في وضعها الطبيعي بتكون متعادله ايه، كهربيه. طيب الكلام ده بنشوفه ازاي؟ لو حضرتك مثلا بصيت على الكربون اتوم مثلا على سبيل المثال، ذره الكربون، بيبقى في حاجه اسمها الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر ده بيمثل لي عدد الالكترونات اللي هو بيساوي عدد الايه،
البروتونات، تمام. ولو جينا شفنا في حاجة تانية اسمها الماس نمبر، هي من الاسم بتاعها اللي هو يعني بيمثل الكتلة بتاعة الاتوم الموجودة عندك، فده بيمثل لي عدد البروتونز زائد عدد الايه النيترونز الموجودة عندك جوه الايه النيوكليوس هنا. يبقى بنعبر عن التشارج بالاتوميك نمبر، وبالماس بنعبر عنها بالماس نمبر. فلو شفنا مثلا ذرة الكربون دي هنلاقي ان الاتوميك نمبر بتاعها ب6، لو بصينا على الماس نمبر هنلاقيه ب12. وحابين بس نوضح معلومة ان الاتوميك نمبر ده البصمة بتاعة الاتوم، يعني انت الاتوميك نمبر ده ب6 ده لو انا جيت قلت لك في اي وقت وفي اي زمان رقم 6 على طول هتعرف ان انا بتكلم على ايه، على ذرة الكربون. طبعا الكربون ده من الناس السوبر ستار الايام ديت، لان بيشتق منه حاجه اسمها الجرافين. الجرافين ده بالنسبه لنا سوبر مان في الماتيريال كده، اللي هو الخصائص بتاعته رائعه في كل حاجه، كسترينث بقى، كونداكتيفيتي بتاع الكلام ده كله. اللي حابب يسمع او يقرا عن الجرافين ممكن يبقى يدور على القصه ديت ويقرا فيها بالتفصيل ان شاء الله يعني. تمام كده. فيبقى احنا كده اتعرفنا على الذرة وان هي تعتبر في وضعها الطبيعي متعادلة ايه كهربيا. بناء على كده لو رجعنا للمثال اللي قلناه في الاول، يبقى انا عرفت دلوقتي ان انا لما فركت الجلاس رود مثلا بالفرو اللي موجود عندي على سبيل المثال، فالتشارج اللي انت بقى بتقول اتنقلت عندك هنا، ده هنا بيمثل لي الالكترونز، وساب مكانه او بقى فيه نقص في الالكترونات او ساب مكانه الشحنات اللي هي ايه الموجبة. في معلومة مهمة جدا حابين نتفق عليها، ان مفيش حاجة اسمها ان في نص الكترون هيمشي، او ان في الكترون لما جه يطلع من هنا وقع على الارض مثلا، مفيش الكلام ده. انت بالنسبة لك الالكترون شارج از كونسيرفد. كونسيرفد يقصد بيها ان هي محفوظة، او ان هي يعتبر اعدادها ثابت، يعني لو فقد الكترونين لازم يخش هنا الكترونين، فقد 6 يبقى يخش هنا 6، يعني زي ما انت شايف كده في 6 شحنات موجبة اهيت، فهنا يبقى عندي 6 سالب وهكذا. مفيش حاجة اسمها ان مثلا الاقي هنا 3 وهنا بقوا 5، طب الفرق ده جه منين؟ لا، هو عدد الالكترونات اللي بيطلع من هنا لازم يروح زيه الناحية التانية. نفس فكرة كده مبدأ بقاء الطاقة، بس هنا بتكلم على الشحنات. لو حبينا نقول بقى نفس الكلام تاني بس هنقوله بقى بمصطلح علمي دلوقتي، هنسميه الـ quantization of electric charges. يعني أنا بالنسبة لي مفيش حاجة اسمها نص إلكترون ربع إلكترون، لا، الـ number of الـ charge بتاعت أي object بتكون عدد صحيح من الالكترونات الموجوده عندك او البروتونات، يعني المهم ان الشحنه الموجوده لايه للجسم. مبدئيا هنتفق مع بعض كده ان كيو سمول ده هيمثل لي الرمز بتاع التشارج، يعني لما احب اقول التشارج بتاع اي اوبجكت هسميه كيو سمول كيو كابيتال، المهم ان هو ايه كيو ده الرمز بتاع التشارج بالنسبه لنا، تمام. قصة ان هو موجود على شكل discrete packets دي اقصد بيها ان هو يعني منفصل، مفيش حاجة مثلا الكترونين سايحين في بعض مثلا، لا، هو خلاص ده الكترون وده الكترون، وبعرف الماكسيمم نمبر اوف الكترونز بير شيل في المدار الواحد من الايكويشن ديت. فتقدر تعرف ان هنا مثلا المدار الاولاني فيه 2، اللي بعده مثلا هيكون 8، اللي بعده مش عارف كذا، على حسب بقى ايه عدد الالكترونات والتعويض في الايه في الايكويشن الموجودة عندك ده. بالنسبة لنا التشارج بتاع أي أوبجكت في الدنيا، شحنة أي جسم، عبارة عن عدد صحيح integer مضروب في إيه؟ في شحنة الإيه؟ الإلكترون، positive أو negative، هل هو مشحون بشحنة موجبة ولا بشحنة إيه؟ سالبة. فأنا بالنسبة لي دلوقتي يعني ما ينفعش أجي مثلا أقول والله ده عندي نص إلكترون، لا، هي 1 2 3، لأن دي بتاخد أرقام إيه؟ صحيحة. النقطة التانية لو جيت قلت لك مثلا أنا عندي جسم شحنته 2 كولوم، يا ترى في كام الكترون؟ كام الكترون؟ يبقى بسأل على النمبر بتاعه، يبقى بسأل على الN. عندي دي ب2 وعندي دي ب1.6 multiply 10 power 19، تقدر تطلع الايه النمبر اوف ايه اوف الكترونز، تمام كده. برضو في نقطه حابب اكد عليها، الاي كماجنيتيود اتفقنا ان البروتون والالكترون ليهم ذا سيم ماجنيتيود، بس لو حطيت جنبه اشاره سالب فانا بتكلم عليه كالكترون، لو حطيت جنبه اشاره موجب بقصد بيه ايه البروتون. فبعد كده دايما هنتفق مع بعض ان ده الفاندمنتال يونت اوف تشارج اللي هي اسمها اي. يبقى لما بكتب الاي لو كتبتها اي بس يبقى بقصد بيها بروتون، لو حطيت جنبها اشاره سالب يبقى بقصد بيها الكترون، او ان هو بيقولها لك صراحه في المساله بقى ان ده الكترون او بروتون يعني.
طيب انا دلوقتي بالنسبه لي ازاي ان انا احصل على الكهرباء بقى اللي هي حركه الالكترونات، ما انت عمال تقول لي الذرات كلها نيوترال دلوقتي بالنسبه لي. فالفكره ان لو الاتوم اللي عندك دي فقدت الكترون فبالتالي بسميها بوزيتيفلي ايه اتشارجد. طب الكلام ده بيتم ازاي؟ والله انت لو قعدت مسكت ايدك وقعدت تفركها في بعض فايدك بتسخن، فده معناه ان في طاقه حراريه. كويس. طب الطاقه الحراريه دي بيحصل لها ايه لما انت مثلا جبت رود اللي هو الجلاس رود وجبت مثلا فرو وقعدت تفركهم في بعض؟ فانت بالنسبه لك دلوقتي الحراره ديت هيحصل فيها ايه؟ انت عارف ان مبدا بقاء الطاقه، الطاقه لو تفتح وتستحدث من عدم، فلو انت عندك الالكترون ده اخذ الطاقه ديت فبالتالي بيسيب المدار بتاعه بيكون ايه حر الحركه. لو في تلامس ما بين جسمين فبيتنقل من الجسم الاول لايه للتاني، فبالتالي بيبقى في واحد فقد الكترونات وبنطلق عليه بوزيتيف ايون لان بقى دلوقتي عدد الالكترونات اقل من عدد الايه البروتونات، وفي ذرة تانية هتاخد الإلكترون ده فبنسميها إيه؟ إن هي بقت دلوقتي عدد الإلكترونات فيها زادت أو نيجاتيفلي تشارجد أو نيجاتيف أيون، وده بيكون عدد الإلكترونز أكتر من عدد الإيه؟ البروتونز. معاك الأيون السالب، معاك الأيون الموجب، فلو عندك اللايك تشارجز اللي هي شبه بعض بتريبل، والأوبزيت تشارج بت إيه؟ بتأتراكت إيتش أذر، بتبتدي إن هي تتجاذب مع بعض، دول بيتنافروا ودول بيتجاذبوا. السؤال بقى اللي هيجي في بالي، طب يا ترى القوة بقى نفسها اللي بيتجاذبوا ويتنافروا بيها، ما هم بيشدوا بعض أو بيزقوا بعض بعيد عن بعض، القوة دي بقى أحسبها إزاي؟ ده اللي هو بقى الشابتر بتاعنا الأولاني اللي بيتكلم عنه كولومز لو. طيب لو جينا بصينا على الصورتين اللي قدامك دول هنلاقي إن دي تجربة فيه بعضنا جربها وهو صغير، كانت تجربة لطيفة يعني. فتعال نشوف التجربة دي عملي قدامنا كده. في واحد اسمه وولتر لون، ده راجل هولندي ليه فيديوهات مشهورة جدا عن الفيزيكس من المحاضرات الممتعة جدا، ما شافهاش وفايته كتير جدا. الراجل ده راح جايب رود قعد يفركه قربه من البالون، لقى البالون بعد بالمنظر ده كده. يا ترى ايه اللي حصل عنده لما هو جه فرك الرود كده وراح مقربه من البالون؟ عايزين نشوف تفسير للقصة دي. اول حاجه هو لما فرك البالون اللي فرك الرد هو اداله تشارج سواء كانت موجب او سالب، المهم ان بقى عليه ايه شحنه. فلما جه يقربه من البالون بالمنظر ده لقى البالون بعد. يا ترى ايه السبب للقصه ديت؟ الفكره ان البالون ده كان مشحون بشحنه ايه مماثله للي كانت على الرد، فبالتالي حصل ريبالشن، حصل التنافر. طب عايزين نسأل بقى سؤال تاني، يا ترى لو انا دلوقتي حصل اتراكشن ما حصلش ريبالشن، يعني تعال نقول ان التجربة اللي ولتر عملها دي لما جه يجربها لقى البالون ده اتشد للرد، يا ترى ايه السبب اللي ممكن يعمل حاجة زي كده؟ في تفسيرين. التفسير الاولاني لو البالون ده لو البالونة ديت كانت مشحونة فبالتالي هي مشحونة بشحنة معاكسة فبالتالي حصل ايه اتراكشن. تمام، يبقى ده هنقول لو عكس اللي حصل، يعني هو في المره اللي فاتت حصل ريبالشن قلنا نفس الشحنه، طب لو انجذب لها يبقى اكيد شحنه ايه معاكسه. طب ايه رايك لو قلت لك ان لا كان البالون ده مش مشحون كان متعادل وانجذب للرد برضو؟ طب ايه السبب في القصه ديت؟ بيكلمني هنا عن ظاهره حاجه اسمها البولاريزيشن. الفكره ان انت لما قربت الرد ده من البالون الغير مشحون، انا بقول لو فرضا كان البالون غير مشحون، فبالتالي بيحصل إعادة توزيع للشحنات جوه البالون اللي عندك. أنت عارف إن هو بيشد السالب ويزق الإيه الموجب، بيتنافر مع الموجب وهيشد الإيه السالب ليه، فبيعيد ترتيب الذرات اللي بنسميها إن هي بتكون مستقطبة أو بولارايزد، وبالتالي بيعيد الترتيب ده مرة تانية. وزي ما هنشوف كمان شوية من قانون كولوم هنلاقي إن الشحنات اللي بتكون قريبة المسافة بتاعتها صغيرة بتكون قوتها إيه أكبر، فبالتالي بيحصل انجذاب لو مفيش اي يعني البالونه دي طايره في الهواء كده فبيحصل لها انجذاب لحظي تتلامس مع الرد تفضي الشحنه بتاعتها وتقوم جايه واقعه تاني، تفضي شحنه الرد ويبقى خلاص مفيش التجاذب ده وتقوم جايه ايه واقعه بعد كده. كويس. فيبقى انت دلوقتي في تفسيرين، يعني لو هي مشحونه، لو هي اصلا ما كانتش مشحونه فبيحصل عمليه الايه البولاريزيشن. طب موضوع البولاريزيشن ده يعني حاجه مهمه ليها تطبيقات؟ اه طبعا، تعالوا نشوف مع بعض كده. لو جينا بصينا هنا في تطبيق مهم جدا، الدهان العربيات. انا دلوقتي عندي عربيه عايز ارشها، لما بيجوا يرشوها بيعملوا ايه؟
القطرات اللي بتبقى طالعة من السبراي بتاعه او البينت سبراي اللي هو الرشاش بتاعه ده، بيروح الدروبليتس دي بيروح يديها تشارج بحيث ان هي تبلورايز الصاج بتاع العربية، وبالتالي يحصل عملية انجذاب للشحنة اللي تروح تلزق في الصاج ده وتبقى ثابتة جدا، ما نلاقيش الدهان ده يبتدي يقع مثلا بعد كده. في تطبيق تاني برضو على القصة ديت اللي هي الثاندر ستورم، أو اللي هي الرعد مثلا، يعني الرعد والبرق. تمام، قصة البرق اللي عندك هنا ده المفروض ايه اللي حصل؟ هي الفكرة ان انت بيقول لك في بداية الموضوع ان بيبقى السحب دي انت عارف ان هي معبية مثلا مية، تلج، هواء، مجموعة حاجات مع بعض، الحركة بتاعتها في الهواء، فبيبتدي يحصل عملية احتكاك، فبالتالي بيبتدي يحصل عملية تشارجنج. التشارجنج ده عادة بيكون الشحنة الموجبة في سقف السحابة والشحنة السالبة بتكون في القاع بتاعها. الشحنة دي بتكون كبيرة فبالتالي بتعمل بولاريزيشن لسطح الأرض، فلما يعمل عملية بولاريزيشن لسطح الأرض هو شد الموجب ناحيته والسالب ده موجود من هنا، فدلوقتي بقى عندي فيه فرق جهد موجود، فرق الجهد ده كبير بيأين الذرات بتاعة الهواء، ولما بيحصل عملية التأين ده بيبتدي يوصل التيار الكهربي عشان يفضل ايه الشحنة بتاعته اللي هو البرق اللي حضرتك بتشوفه. طيب الفكرة ديت مش شرط بس ما بين السحابة والأرض، لا ده أنا ممكن ما بين السحب وايه وبعضها يحصل نفس الحدوتة اللي احنا لسه حكيناها دلوقتي. فده تطبيقين مهمين جدا على قصة الايه الالكتريك ديسشارج او قصة البولاريزيشن اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي. ازاي الشحنة طب بتتنقل عندي؟ الشحنة ممكن تتنقل من جسم لتاني عن طريق ثلاث طرق. الثلاث طرق اللي عندك، الأولى عن طريق الفريكشن أو الاندكشن أو الكوندكشن. الفريكشن احنا اوريدي اتكلمنا عنه من شوية، ان انت لو جبت الرد وفركته في صوف مثلا أو أيا كان، وده جدول بيوضح لي قابلية المواد ان هي تفقد الالكترونات أو قابليتها لاكتساب الالكترونات. يعني لو جبت مثلا رابر بالون مثلا أو جبت خشب أو قطن، يا ترى لو فركته في ازاز مين اللي هيفقد ومين اللي هيكتسب؟ فده بالتجربه العمليه قدروا يوصلوا للجدول اللي قدام حضرتك ده. الطريقه الثانيه عن طريق الاندكشن. الاندكشن ده لا سحر ولا شعوذه، انا من غير ما هلمس الاوبجكت هشحنه. ازاي الكلام ده؟ زي ما احنا لسه موضحين من شويه قصه اللي هي البولاريزيشن ديت، بس هنعمل عليها اضافه صغيره، ان انت لو جبت كوره متعادله مبدئيا بس بين قوسين كده، عايز اقول ان كلمه نيوترال او متعادله هي هيها ان التشارج بزيرو. واحد هيقول لي ايه ده، ازاي الشحنه بصفر؟ ما انا شايف ان في شحنات اهو يا سيدي، ما اتفقنا الموجب قد السالب، العدد بتاعهم زي بعض. فكلمه ان الجسم ده مشحون بصفر شحنته بزيرو او ان هو متعادل، الاثنين نفس المعنى. فلو فرضا عايزين نجيب الكره دي ونشحنها بشحنه موجبه، فحضرتك بتروح تقرب منها رد مشحون بالايه؟ بالسالب، فبيروح يعمل إعادة استقطاب مرة تانية، بيشد اللي هي الموجب ويزق السالب الناحية التانية. لو حضرتك رحت موصل ده بالأرضي، نفس الفكرة اللي كانت بتحصل عندك في العربية مثلا، الدهان بتاع العربية هيبتدي ياخد الإيه الشحنات السالبة دي يسقطها في الأرض بالمنظر ده كده. بعد كده لو فصلنا الأرضي ده مرة تانية، هتلاقي دلوقتي إن أنت بقى عندك عدد الموجب زي ما احنا شايفين في الصورة مثلا 8 والسالب 4، فبقت الكرة دي مشحونة بالإيه؟ بالموجب. يبقى لما ابعد الرد ده تاني ترجع تنتظم شكل الاتومز او التشارجز اللي جواها، والاقي الكره دي بقت مشحونه بالايه؟ بالموجب. الطريقه الثالثه للشحن عندنا اللي هي الكوندكشن. لو جبت كره مشحونه بالسالب وكره شحنتها بزيرو، اتفقنا زيرو دي يعني الموجب قد السالب، رحت موصل سلك ما بينهم، هيبتدي يحصل ايه عندك هنا؟ هيحصل انتقال للشحنات من الجسم المشحون للي مش مشحون، او من شحنته اكتر لشحنته اقل مثلا. كويس، فبالتالي الكرة التانية هتتشحن عندي بالشحنة الايه السالبة زي ما حضرتك شايف قدامك كده. طيب بالنسبة لي الـ charge ديت، لو افترضنا ان هي كانت سالب 6 كولوم مثلا وعندي الكرة دي كانت مشحونة بزيرو كولوم، فلما توصل سلك ما بينهم بقى التوتال تشارج عليهم هما الاتنين سالب 6. يا ترى نصيب الكرة دي قد ايه ودي قد ايه؟ فقال لك الشحنة بتتوزع بالتساوي بناء على أنصاف الأقطار، يعني دي هيبقى سالب 3 ودي عليها سالب 3.
لو واحدة فيهم حجمها أكبر من التاني، واحد تخين واحد رفيع، فالتخين ده هياكل أكتر، هياخد شحنة إيه أكتر. طب بناء على إيه القصة دي؟ ده حاجة هنوضحها بإذن الله في الشابتر بتاع البوتنشال، أو اللي هو الجهد الكهربي يعني. طب تعالى ناخد مثال تاني. لو افترضنا ان ده كان مشحون سالب 6 وده موجب 8 مثلا، وصلت سلك ما بينهم، يا ترى الشحنه الكليه عليهم هتبقى بكام؟ هتكون بموجب 2، نصيب الكره ديت هيكون موجب 1، ونصيب الكره دي موجب 1، لان زي ما اتفقنا ما دام نفس انصاف الاقطار يبقى الشحنه بتوزع عليهم بالتساوي. تصنيف المواد من وجهه نظر الكهرباء. والله المواد عندنا هنصنفها حاجه من 3، انت عارف طبعا ممكن تصنفها من وجهة نظر كهرباء، او من وجهة نظر مغناطيسية، او يعني الحرارية، على حسب الابليكيشن اللي حضرتك بتدور عليه. فمن وجهة نظر الكهرباء هنصنف المواد لثلاث حاجات، يا اما كوندكتور، يا اما سيمي كوندكتور، يا اما ايزوليتور. الكوندكتور ده بيمتاز ان فيه فري الكترونز، فيه الكترونات حرة. مبدئيا يا جماعة برضو بكرر تاني، الثلاث حاجات فيهم الكترونات، مفيش حاجة اسمها ان المادة دي مفيهاش الكترونات، لا الالكترونات موجودة في كله، بس هنا في فري الكترونز سهل ان هي تتحرك. مثال عليها الميتالز طبعا، زي النحاس، حديد، ألمونيوم، وهكذا. الايزوليتور هو برضه فيه الكترونات، بس الالكترونات دي نادرا لما بتتحرك من ذرة الى اخرى. يعني لو انا سلطت زي ما هنشوف بقى حاجة اسمها مجال كهربي مثلا بعدين، وهكذا الكتريك فيلد، فممكن بيحصل حركة للتيار لان مفيش حاجة اسمها عزل 100%، بس بيكون ضعيف جدا، مش زي الكوندكتور اللي هو فيه فري الكترونز سهل جدا ان هي ايه تتحرك. مثال عليها النون ميتالز زي الرابر، الوود، الجلاس، الحاجات دي كلها يعتبر اللي هي النون ميتالز او مش معادن، فده يعتبر بالنسبه لي ايزوليتورز. طب السيمي كوندكتور، السيمي كوندكتور بالنسبه لي ده ان بتوين، ده حاجه انترميديت بتوين الكوندكتور والايزوليتور، ده في النص ما بين الاثنين. مثال عليه طبعا المثالين المشهورين جدا اللي هو السيمي كوندكتور والجرمانيوم. السيمي كوندكتور ده مبدئيا يا جماعه ده اختراع عظيم جدا، لان اي حاجه تكنولوجي حواليك هتلاقيها معتمده على السيمي كوندكتورز ديت. يعني الخلايا الشمسيه مثلا مبنيه على السيمي كوندكتور، شاحن الموبايل اللي حضرتك بتستعمله مبني على السيمي كوندكتور، لان في حاجه اسمها اللي هي البي ان جانكشن او الدايود، ده مثلا الدايود ده مبني على السيمي كوندكتور. الاي سي هات اللي بتعمل منها المذر بورد مثلا، او الكمبيوترات والدوائر الالكترونيه، دي كلها مبنيه على السيمي كوندكتور. السيمي كوندكتور ده طفره تكنولوجيه مهمه جدا، وليها طبعا تطبيقات كتير جدا حسب التخصص بتاع حضرتك. في بس معلومه صغيره حابين نوضحها على موضوع الماتيريال بالنسبه للكوندكتور. الكوندكتور لو حضرتك قربت الرد وشحنت السفير الموجود عندك ديت، فحابين بس نأكد على معلومة ان التشارج دي بتتوزع على السيرفس بتاع الايه الكوندكتور، بتوزع على السطح بتاع الكوندكتور، تمام؟ حاجة زي ما حضرتك شايف الصورة قدامك كده. فانما لو كان ايزوليتور، فالايزوليتور انت عارف ان هو لما بيكون مشحون او جواه تشارج مثلا، فالتشارج ديت احنا اتفقنا ان هي ما بتتحركش بسهوله، فبتكون متوزعه على الفوليوم بتاع الايه السفير. المعلومه دي هنستفيد منها لاحقا باذن الله. انت عمال تقول لي الشابتر ده بيتكلم على قانون كولوم، قانون كولوم اللي بيحسب القوه الكهربيه. مين هو ده كولوم اصلا؟ كولوم ده راجل فرنسي عسكري مهندس وفيزيائي. الراجل ده مشهور طبعا بقانون كولوم وقانون خاص بالاحتكاك. قانون كولوم ده من الحاجات العظيمة جدا، لأن ليها تفسيرات مهمة جدا جدا في شغل الماتيريال وشغل أي حاجة معتمدة على علم المواد. هتلاقي إن كولوم ده موجود فيها، لأن ده بيتكلم على الأتوميك سكيل، بيتكلم على مستوى الذرة، وبيتكلم على قصة ترابط الشحنات والقوة اللي بتحركها والحاجات دي كلها، زي ما هنشوف مع بعض كمان شوية. الراجل ده يعني قصته سريعة ان هو كان من 300 سنة تقريبا اتولد في فرنسا، راح اتنقل من القرية بتاعته لباريس ودرس هناك، وكان قبل ما يتخرج تقريبا بسنة كان نشر اول بحث ليه. اتنقل مع الجيش الفرنسي كمهندس، وبدأ يسافر لدول تانية عشان يبتدي ينشئ مستعمرات ويشتغل كمهندس مدني يعني.
بعد تقريبا لما كان وصل لعمر قرابة 30 أو كده، كان رجع تاني لفرنسا واشتغل على البحث بتاع اللي هو الفراكشن ده، وبعديها اكتشف بقى الظاهرة المهمة جدا اللي هي بتاعت كولومز لو، أو اللي هو الإلكتريك فورس بتوين الإيه إلكتريك تشارجز ديت، زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. دي نبذة سريعة كده عن حياة الراجل اللي احنا بنتكلم عنه ده، بحيث ان احنا متخيلين مين كولوم ده أصلا. كولومز لو ده المفروض الغرض منه بحسب القوة الكهربية بين two point charges. تعال نقف عند السطر ده شوية، لأن في حاجة مهمة جدا. الحاجة الأولانية إن أنت بتحسب electric force، في magnetic force، في pressure force، في عندك الفورس ليها 50 حاجة. فأنت لما بتيجي تتكلم على electric force على طول بينور عندك إيه؟ كولومز لو. ده رقم واحد. رقم اتنين two point charge. كلمة point charge دي معناها ايه؟ لما جينا نشوف التعريف بتاعها قال لي البوينت تشارج ده هو particle of zero size. انا حاجة نقطة ملهاش اي dimension، ملهاش اي ابعاد، زي ال elementary charge، electron، proton، نيترون، او اي جسم بعيد. عايز اقف عند الجملة دي شوية. في واحد يقول لي هو انا لو عايز اعمل تجربة كولوم دي عملي، هو انا بالنسبة لي ازاي يعني في الحقيقة اعمل بوينت تشارج؟ هو انا ينفع امسك الكترون في ايدي يعني؟ لا يا سيدي، مش هنعمل كده. امال بحصل ازاي على الموضوع، على البوينت تشارج اللي انت بتتكلم عليها؟ لو حضرتك تخيلت في طياره مثلا، الطياره دي قدامك حجمها كبير ولا صغير؟ اه طبعا الطياره حجمها كبير جدا، ده في 300 400 مسافر بيركبوا جواها. طب الطياره الكبيره ديت لو هي طايره في السماء هتبان لك كانها ايه؟ نقطه. اه يبقى هو ده البوينت تشارج. تخيل الطياره دي لو مشحونه فانت وهي بعيده جدا عنك، فهتبان ان هي ايه؟ نقطه. يبقى البوينت تشارج ممكن اتعامل معاه برضو ازاي؟ ان هو جسم اهملت ابعاده بناء على بعد المسافة بيني وبينه، وهو كان جسم مشحون، يبقى ده كده بالنسبة لي بوينت تشارج برضو. طيب كولمز لو بقى نظريته مبنية على ايه؟ الفكرة بتاعته باختصار، التجربة اللي قدامك دي لو جبنا كورة مثلا مشحونة نقربها من كورة تانية، شايف الانحراف حصل مثلا ايه؟ نص سنتي. بدأ يقرب اكتر، الانحراف وصل لسنتي، قرب اكتر بقى سنتي وشوية. فاللي احنا بنتكلم عليه هنا هو ده الفكرة بتاعت كولوم. فكرة كولوم قال لك ان القوة بتكون على نفس الخط اللي واصل ما بين الشحنات، الشحنات اللي شبه بعض بتتنافر واللي عكس بعض بتتجاذب، وان القوة بتتناسب، ها طردي ولا عكسي مع المسافة، كل ما بقرب القوة بتزيد، اه يبقى بتتناسب عكسي مع مربع المسافة. وهي دي الفكرة بتاعة تجربة ايه؟ كولوم. طيب لو جينا نشوف مع بعض كده التجربة دي بقى تمت ازاي في الحقيقة. من 300 سنة تقريبا راح كولوم ساعة مغربية كده، راح جايب ايه؟ سسبنشن هيد معلق فيها خيط خفيف، علقه على كورة متعلقة على حاجة شبه زي ميزان كده، وراح جايب البي ده للتشارج التانية منزلها جنبها بالمنظر ده كده. فبدأ يحصل بقى عملية التجاذب أو التنافر على حسب التجربة اللي هو عملها، وبدأ بقى يلاحظ ساعتها النظرية بتاعته. طبعا ده زي جيف كده توضيحي للقصة ديت، ان انت لما قرب الكورتين بعض حصل التنافر ده مثلا، سبتت راح حاسب الزاوية اللي انحرفت بيها، شاف الديستانس وشاف القوة اللي موجودة عنده دي قد ايه، وبدأ بقى يلاحظ العلاقة العكسية ما بين القوة ومربع الايه؟ المسافة. فبالتالي قوة بتتناسب طردي مع حصل ضرب الشحنات، ولقى كمان ان القوة بتتناسب عكسي مع مربع المسافة. جمع الاتنين دول مع بعض، لقينا ان القوة بقت بتتناسب مع حاصل ضرب الشحنات ومربع المسافة. اقدر اشيل عامة التناسب واقول يساوي ثابت مضروب في الكلام ده، وهو ده يعتبر القانون بتاع كولوم، ان القوة الكهربية، خلي بالك ان انا بتكلم على القوة الكهربية ما بين ال 2 point charge اللي اسمها Q1 وال Q2، ادي ال 2 point charge ديت، ال R ده ال distance من center to center، المسافة من المركز للمركز، واخيرا ال K ده اللي هو كولوم كونستانت. القوة دي بتتقاس بالايه؟ بالنيوتن. وبالنسبة للكي اللي هو ثابت كولوم ده المفروض ان هو عبارة عن 1/4 باي ابسلون نوت. 4 باي دي ما فيهاش مشكلة، الابسلون نوت ده المفروض ان هو بيرميتيفيتي اوف فري سبيس. حضرتك درست في المغناطيسية قبل كده كان حاجة اسمها الميو نوت،
كويس. الميو نود ديت ده كان اسمها بيرميابيلتي، بس ده في المغناطيسيه. عندها في الكهربيه اسمها بيرميتيفيتي، او اللي هو السماحيه الكهربائيه للفراغ. الفراغ ده بيسمح بمرور تيار كهربي قد ايه او بمعدل قد ايه. فده ثابت للفراغ وده ثابت، يبقى انت كل ده بالنسبه لك ثابت، يبقى الكي ده هيطلع بالقيمه دي. للتبسيط يا جماعه، لما بنيجي نستخدم دي في المسائل بنعوض عن الكي ب 9 في 10 اس 9، هي تقريبا هتبقى عندك 9 في 10 اس 9، وده لتسهيل الايه الحسابات بتاعتنا. طيب عايزين نعلق تعليق لطيف قوي. في واحد هيجي يبص للكي ده يقول لي ما ده كونستانت، ده ثابت. ازاي ثابت وليه وحده قياس؟ هي الفكره في حاجه، ان الثوابت الرياضيه اللي ملهاش وحده قياس ديت ده بيبقى رقم 5 6 20 4 باي 2 باي وهكذا. في الفيزياء لما بيبقى فيه ثابت ليه وحدة قياس، فبتعرف ان ده مش ثابت قوي، بمعنى ان هو بيعتمد على حاجة، الحاجة دي عادة ما بتتغيرش بس هي ممكن تتغير. تقصد زي ايه؟ الابسلون نود ده بيرميتيفيتي اوف ايه؟ اوف فري سبيس. هو انا لو مش شغال في الفري سبيس الكي ديت هتتغير؟ اه طبعا، مش هيبقى اسمها ابسلون نود، لا هتبقى عبارة عن ابسلون نود في الابسلون ار، وبيبتدي القيمة بتاعتها بتتغير والكي دي بتتغير. بس احنا بالنسبة لنا طبعا للتبسيط بيبقى كل الدراسة بتاعتنا شغالة فين؟ في الفري سبيس. فبالتالي دايما هنعوض عن الكي ب 9 ملتبلاي 10 باور 9، 9 في 10 اس 9. طيب لو جينا نشوف القانون بتاع كلهم الاف بتساوي كي كيو 1 كيو 2 على الار سكوير، هنلاقي اصحاب النفوس الضعيفة بتقول لي ايه ده، انت نسيت في اي سمول كده كانت مكتوبة هنا انت نسيت تكتبها. مبدئيا عايزين نتفق على حاجة، هي الاي سمول دي بس تمييزا للكي عشان نفرق عن الكاينيتيك انرجي، او برضو بنكتبها اوقات كي برضو هناك، فتمييزا الاثنين عن بعض. ففي ناس بتكتبها كي اي سمول كده، الاي سمول دي عشان يميزها ان هي دي خاصه بكولوم يعني، ولو كتبتها كي بس ده صح مش غلط، وفي كتب ومراجع كاتبينها كي بس، فبالتالي يعني دي حاجه ترجع لك يعني، حابب تكتبها بالاي او من غير للتسهيل احنا مش هنكتبها يعني. تمام، لو من نوع انت بتلخبط او كده خلاص، يبقى عود نفسك الكي بتاعت كولوم تحط جنبها اي سمول صغير. طيب بغض النظر عن دي، للأسف القانون مكتوب ده فيه غلطة صغيرة احنا وقعنا فيها. ايه الغلطة ديت؟ تخيل كده لو قلت لك في الحديدة دي مثلا في اتنين بيشدوها، واحد بيشدها بخمسة نيوتن والتاني بتلاتة نيوتن، محصلة القوة بكام؟ في واحد قال لي 8، واحد قال لي باتنين. طب ايه الفرق بين الإجابتين؟ اتجاه القوة. يبقى الغلطة اللي احنا وقعنا فيها ان احنا ما جبناش سيرة عن اتجاه القوة. طب نحدد الاتجاه ده ازاي؟ والله ممكن حضرتك تشتغل بطريقة الفيكتورز، وتقوم جاي حاطط اللي هي علامة الفيكتور دي، وبعد ما تجيب المقدار تقوم جاي لازق جنبه ايه متجه الوحدة، سواء بقى حضرتك شغال على الكارتيزيان كوردينيت زي الاي جي كي اللي هو الاكس واي زد، او شغال على البولر مثلا زي الار والثيتا والزد وهكذا يعني، حسب الدايركشن بتاعك بتحط الايه الاتجاهات، ويبقى انت كده جبتها كفيكتور مقدار واتجاه واجابتك زي الفل مفيش اي غلط فيها. طيب عيب الطريقة دي بس ان احنا لسه عضمنا طري شوية في موضوع المتجهات، فبالتالي ممكن تبقى الحسابات رخمة شوية. حضرتك لما بتتعود على القصة دي وبتدرسها باستفاضة، هتدرس بعد كده في المستقبل مادة اسمها الويفز الموجات، وبتاخد فيها نفس القصة دي تاني بس بتشتغل 3D، وبتستخدم بقى طريقة المتجهات انت بتعوض بالفيكتورز مثلا، او زي ما هنشوف في الترم الثاني مثلا في مغناطيسيه برضو يعني، بيبقى نفس الفكره اللي هي بتاعه الايه شغل الايه المتجهات. طب في حل تاني لطيف، ان حضرتك هتروح تجيب الماجنيتيود بتاع القوه، معلش ركز في الكلمه، مقدار القوه. طب ليه بتتك عليها قوي للدرجه ديت؟ لان انت هنا هتجيب مقدار الشحنه مش زي هنا، لا انا هجيب المقدار بتاعها عشان انا بدور على مقدار القوه بس، كمقدار مش فارق معايا يا 5 ولا سالب 5، يا مقدارها 5، واروح اجيب الاتجاه من الرسمه، اروح اشوف الرسمه واطلع منها الاتجاه. السالب والموجب هيفرق معايا بقى في الاتجاه بتاعك، هل هو اتراكشن ولا ريبالشن، فانا مش هستعمل السالب مرتين، يا اما تستعمل السالب زي ما انت شغال متجهات هنا فبتعوض بالسالب، لان الاي غير السالب اي، الجي غير السالب جي، تفرق معايا. انما لو انا بجيب المقدار بس السالب ملوش معنى، ما بعوضش بيه، وبعد كده بروح استفيد من السالب ده في تحديد الاتجاه على الرسم، لان في رسمه فبالتالي بستفيد من السالب ده عليها. طبعا الكلام ده بتكلم على الفيكتور كوانتيتي بس، كويس. وهي دي الطريقه اللي احنا نشتغل بيها في حل المسائل بتاعتنا. يعني تعال ناخد مثال كده، عندك شحنتين اهو كيو 1 وكيو 2 ما بينهم قوه،
طبعا انت عارف اللايك تشارج ايه، ريبل ايتش اذر، ففي تنافر ما بينهم. طيب ارسم التنافر ازاي؟ رقم واحد على نفس الخط اللي واصل ما بينهم بروح ارسم القوة، يا اما اتراكشن يا اما ريبالشن. انا عايز اجيب القوة على الشحنة رقم اتنين، يبقى اروح اقف عند اتنين واسأل نفسي دي موجب ودي موجب، يبقى ما بينهم ايه؟ ريبالشن. يبقى اقف عند اتنين وعلى نفس الخط اطلع ايه لبره بالشكل ده واسميها اف اتنين واحد. مبدئيا يا جماعة المسمى، حضرتك بتجيب القوة على الشحنة التانية يبقى اسمها اف اتنين، واحد دي يبقى بسبب الشحنة الأولى. طب لو بجيب القوة على الشحنة الأولى يبقى اسمها ايه؟ اف واحد بسبب مين؟ بسبب اتنين، يبقى اسمها اف واحد اتنين. طب في واحد يقول لي هو انت كاتبها ليه؟ ما هم مفيش غير شحنتين بس. ما هو الكلام ده استفيد منه لو في 3 4 زي ما هنشوف كمان شويه. تمام؟ طب انت دلوقتي جبت المقدار اهو الكي 9 في 10 اس 9، الشحنه الاولى مثلا 2 في 3 ايا كان، يعني المهم عوضت بقيم الشحنات والمسافه ما بينهم تربيع زي الفل. الاتجاه هجيبه ازاي؟ والله حضرتك عارف اليونت فيكتورز بتاعتك ان ده كده بيشاور في الموجب اكس، ما بنقولش بقى بيشاور في الموجب اكس، لا بنكتب ايه؟ في الاي. طب لو انا عايز احسب مثلا القوة على الشحنة الاولى يبقى اسمها ايه؟ اف واحد بسبب اتنين، يبقى اسمها اف واحد اتنين. تمام؟ طب القوة اللي اسمها اف واحد اتنين ديت جبت اتجاهها ازاي؟ على نفس الخط الواصل ما بينهم وما بينهم تنافر، يبقى اقف هنا واخرج بعيد عن الشحنة التانية. ما هو لو انا عملت السهم كده يبقى بتنجذب ليها، لا هي بتزقها بعيد، يبقى تنافر بالشكل ده. طبعا ده كده بيمثل لي اللي هو السالب ايه؟ اي. اليونت فيكتور اللي حضرتك كنت كاتبه هنا هو اللي هو الموجب اي. طبعا ده هنا عشان مساله سهله، عم بتكلم تو دايمنشن وحاجه مباشره. لو حضرتك بتتكلم بقى على حاجه مثلا اي واكس وزد، اكس واي وزد مثلا، ار وسيتا وزد وبتاع وحاجات كده، فبتلاقي ساعتها بقى ايه شغل اليونت اللي هو البولر كوردينيت او الحاجات اللي زي كده بتبقى معقده شويه. بس احنا للتبسيط زي ما حضرتك شفت بعوض في القانون ده وبحط الاتجاه على الرسمه وبترجم الاتجاه ده بعد كده اي او جي او كي. احنا للتبسيط شغلنا ثنائي ابعاد اي وجي زي ما حضرتك شايف كده. تمام؟ طيب تعالى نسال سؤال كده، يا ترى ايه اللي يجرى لو كيو 1 از دبلد؟ لو انا ضاعفت الشحنه اللي اسمها كيو 1، يا ترى مين اللي هيكون اكبر؟ اف 2 1 اكبر من اف 1 2؟ القوه على الشحنه الثانيه تبقى اكبر ولا القوه على الشحنه الاولى؟ ولا اصغر؟ ولا بتساويها؟ ايه رايكم؟ ايه اللي هيحصل عندي هنا؟ طبيعي يا جماعه، يعني ممكن نفسرها باكتر من طريقه. الطريقه الاولانيه لكل فعل ايه؟ رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد ليه في الاتجاه. زي ما ده كان بيزق ده هيزق هو كمان، زي ما ده اثر على ده بقوه التنافر ده هياثر عليه بنفس قوه التنافر. فالاجابه المفروض ان الاثنين بيساووا بعض. طب لا لا انا مش مقتنع، اثبت لي. مش انت الاف واحد اتنين عباره عن كي كيو واحد كيو اتنين على الار ما بينهم؟ طب اف اتنين واحد مش عباره عن كي كيو اتنين في كيو واحد على الار ما بينهم تربيع؟ قال له يعني انت قلت هنا كيو واحد في كيو اتنين، هنا قلت كيو اتنين في كيو واحد، يعني انت الكيو واحد استعملتها في القانونين اصلا، فلما تبقى الكيو 1 از دبلد فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ القوتين هيزيدوا الضعف هما كمان. تمام؟ انت خلي بالك ان لكل فعل رد فعل ايه مساوي له في المقدار ومضاد ليه في الاتجاه. على نفس الوزن يا جماعه، لو جالك شحنه موجب واحده سالب فبالتالي بيحصل عندك هنا اتراكشن. طب لو واحده سالب واحده سالب بيحصل هنا ايه؟ ريبالشن. وبفكرك للمره الاخيره الشحنات السالبه اللي موجوده عندك هنا ما بنعوضش بيها في القانون، حضرتك بتجيب الماجنتيود بس والاتجاه هو اللي بتحدده من الرسمه. يعني مثلا ده يعني لو مايل بيتحلل، لو افقي خلاص بتقول اي سالب اي، وهكذا زي ما نشوف المسائل كمان شويه. كولومز لو يا جماعه باكد تاني ان خاص بالبوينت تشارج بس ده ما يمنعش لو عندك تو سفيرز ايدنتيكال زي كده وبتحسب من السنتر تو سنتر هو شغال برضو، والكلام ده نسبته جاوس لو ان شاء الله. طيب واحد هيقول لي ايه اللي يجرى بقى من الشحنتين؟ بقى عندك اربع شحنات وعايز اجيب محصله القوى النيت فورس على الكيو 1، فنتصرف ازاي؟ في نظريه موجوده في هندسه حضرتك بتدرسها اسمها السوبر بوزيشن، دي هتستعملها كتير خلال دراستك. السوبر بوزيشن دي لو في اكتر من حاجه بتأثر على الجسم عندك فبتحسبها individually، بتحسب كل واحدة فيهم على حدة وبتجمع تأثيراتهم جمع اتجاهي، لأن طبعا أنت عارف الفورس ده إيه؟ فيكتور. يعني أنا مثلا عندي شحنة رقم واحد بيأثر عليها 2 و3 و4،
على فكرة في قوة على 2 و3 و4 برضو، بس انا عايز، انا طالب منك التوتال فورس على كيو 1. فبالتالي بقى عندك اف 1 2 واف 1 3 واف 1 4، هتجيب كل قوة على حدة وتجمعهم جمع اتجاهي طبعا رياضيا او عن طريق الجراف زي ما واضح قدامك كده. احنا طبعا بنجمعها رياضيا، ما بنعملهاش من الجراف زي ما واضح، زي ما في الشكل قدامك كده يعني. حابب بس أكد على معلومة إن أنت الاتجاهات المشهورة بالنسبة لنا اللي هنستعملها اللي هي المحور الإكس والواي، في الزد كمان بس إحنا بنشتغل ثنائي أبعاد، فمعظم المسائل بتاعتنا تبقى إكس وواي. فأنت بالنسبة لك الإكس اللي هو الأي السالب إكس اللي هو السالب أي، الواي جي والسالب جي، ده بالنسبة لك لو بنتكلم ك يونت فيكتور. أوقات بيجي يقول لي نورث وإيست وساوث والحاجات ديت، فبالنسبة لك ده نورث والإيست ساوث والويست. بالنسبة لك كل ده هوريزونتال بلين، كل ده مستوى أفقي، ده مستوى الورقة. هي الشاشة لو أنت بتتفرج على الكمبيوتر مثلا، فالشاشة بتبقى واقفة قدامك، فأنت متخيل ده فيرتيكال، لا هي ده ورقة أفقية قدامك، وكل ده يعتبر هوريزونتال بلين، يعني الجي ده اللي في وشك اللي قدامك. بيتبقى لنا الكي والسالب كي اللي هو فوق راسك وتحت ايه رجليك. طيب تعال نشوف مع بعض كده المثال الاول. هستأذن الناس في طلب، يا ريت حضرتك لو جربت تحل المسائل دي قبل كده او حليت مسائل عامه، يا ريت بتوقف الفيديو وبتحاول انت تحل مع نفسك وترجع تقارن اجابتك باللي موجوده. حاول ان انت ما تشوفش الاجابه وبعدين تحل، انت كده بتسمع المساله مش بتحل المساله، خلي بالك من النقطه دي. مثال اول بيقول لي عندك الكترون وبروتون اوف هيدروجين اتوم are separated، بيتم الفصل بينهم بمسافة متوسط قيمتها بالرقم ده. Find the magnitude of the electric force and the gravitational force between the two particles. عايز المقدار بتاع القوة الكهربية والقوة الجاذبية بين الجسيمين الاتنين دول. بالنسبة للقوة الكهربية فطبعا انت عندك بروتون والكترون، فده point charge. القوة ما بينهم احنا درسناها مع بعض اللي هي عبارة عن k q1 q2 على ال r square. بالنسبة لقوة الجاذبية gravitational force، فدي حضرتك بتدرسها في الجرافيتي، والقانون بتاعها النيوتن حطه شبه قانون كولوم اللي هو عبارة عن جي ام 1 ام 2 على الار سكوير. قانونين شبه بعض جدا زي ما حضرتك شايف، ده الثابت بتاع كولوم، ده الثابت بتاع الجاذبية، وبتعوض بالماسز، بتعوض بالتشارج والمسافات اللي ما بينهم اللي هو مديها لك، تعويض مباشر ما فيهاش اي مشكلة. تعال نكمل المسألة عشان عايزين نعلق على ملحوظة مهمة. حضرتك لو عوضت عن ال K عندك ب 9 في 10 أس 9 والتشارج طبعا البروتون الإلكترون، خلي بالك بتجيب الماجنتيود، فبالتالي الإشارة السالب بتاع شحن الإلكترون ملهاش أي معنى، فبنعوض كله بالموجب وتطلع المقدار بتاعك. لو جيت تحسب قوة الجاذبية معاك الكتل بتجيبها من الجدول اللي كان في الأول، هتطلع القوة بتاعة الجاذبية. عايز ألاحظ حاجة مهمة جدا، لما جيت أقارن النتيجين اللي طلعوا، ايه رأيك في النواتج اللي طلعت دي؟ والله انا ملاحظ ان القوة الكهربية قيمتها اكبر بكتير قوي من القوة الجاذبية. عشان كده يا جماعة لما باجي اتكلم في الاتوميك سكيل، اللي ربط الالكترون بالنيوكلس مش الجاذبية، اللي ربطها القوة الكهربية، الالكتريكال فورس اللي ما بينهم هي اللي خلت الايه شكل الاتوم اللي احنا عارفينه او اللي احنا بندرسه ده. وده كان طبعا الحاجة الاكتشاف المهم جدا مبني على قانون ايه كولوم اللي احنا لسه بنتكلم عليه من شويه. تمام. طب واحد هيجي يقول لي طب يعني هو انا دلوقتي الكره الارضيه بتشدني بسبب القوه الكهربيه؟ اكيد لا، لان لما باجي اتكلم على البلانتس على الكواكب هتلاقي ان كتله الارض 5.98 في 10 اس 24، بتتكلم في رقم كبير جدا، فبالتالي بتبقى قوه الجاذبيه تاثيرها واضح بالنسبه لك. انما لما بتكلم على الاتوم سكيل بيبقى الكتل صغيره وبيضرب في رقم صغير كمان بيطلع رقم صغير جدا، فبنهمل قوه الجاذبيه مقارنه بقوه الايه الكهربيه. المثال الثاني عندنا زي ما اتفقنا، حاول ان انت تحله مع نفسك وتشوف الناتج بتاعك. بيقول لك تعال نفترض عندك 3 شحنات نقطية موجودة في الكورنرز اوف ا رايت تراينجل. رايت تراينجل يعني مثلث قائم الزاوية as shown in figure where Q1 و Q3 ده القيم بتاعتهم وال Q2 ده القيمة بتاعتها وال A بكذا. find the resultant force exerted on Q3، عايز التوتال فورس النت فورس على الشحنة اللي اسمها Q3. تاني يا جماعة بكرر، انا بالنسبة لي في قوة بتأثر على Q2 وفي قوة بتأثر على Q1، بس هو مش عايزهم، هو عايز التوتال فورس على Q3.
فهجيب تأثير كيو 2 على التلاتة والواحد على التلاتة. في نصيحة حابب أقولها للناس، إن يا ريت حضرتك وأنت بتحل مسألة بلاش تخش تحل على طول، حط استراتيجية لحل المسألة. يعني هو طلب مني إيه؟ طلب كذا، طب أجيبه إزاي؟ عن طريق إن أنا هفكر في طريقة الحل الفلانية. طيب أنت لما تحط الاستراتيجية الحل، يبقى أنت بالنسبة لك أيا كان شكل المسألة اللي هتجيلك هتحط نفس الاستراتيجية، هتلاقي المسألة إيه؟ خلصت معاك. فأنا دلوقتي عايز التوتال فورس على كيو 3، يبقى أنا الاستراتيجية بتاعتي إن أنا هطبق السوبر بوزيشن، هجيب قوة كيو 2 على 3 و1 على 3 وأروح أجمعهم جمع اتجاهي. ده كده، ده الفكرة بتاعت المسألة. عرفنا الفكرة؟ خش بقى شغل الرياضة بعد كده. للأسف إن معظمنا بيخش على الرياضة على طول ويبتدي يحل المسألة من غير ما يفكر، فبالتالي هو كده بيسمعها، بالتالي لما بيغير أي حاجة صغيرة فيها بتلاقي المسألة ضلمت معاك ووقفت على طول. نرجع لموضوعنا تاني، نحل بقى المسألة دي ازاي. الاستراتيجية بتاعتنا قلنا هنعمل ايه بقى؟ هنحسب القوة على 3 بسبب 1 وبسبب 2. تعال نجيب بسبب 1 هنسميها F 3 ايه؟ 1. هنجيب الماجنيتيود بتاعها عبارة عن K شحنة الأول في الثاني اللي هي Q 3 في الـ Q 1 على مربع المسافة اللي ما بينهم تربيع. طب الـ K وعارفينها 9 في 10 أس 9، والشحنات هو كتر خيره مدهالي. طب الار دي اللي هي فين؟ الخط الواصل ما بينهم، اروح اوصل خط ما بينهم كده، هو ده اللي احنا مسمينه ار 3 1 تربيع. طبعا الاي عندك بواحد من عشرة، والاي جذر 2 دي جت من فيثاغورس. لو جيت من فيثاغورس تجيب المسافة ديت باي جذر 2، يبقى التعويض مباشر. عندك الكيو 1 والكيو 3 بيساوي بعض ب 5 في 10 اس سالب 6، تطلع المقدار بتاعك بالشكل. طيب الخطوة الجاية نعمل ايه؟ ما تنساش وتخش على الشحنة اللي بعديها. لا يا باشا، تروح تجيب الاتجاه الاول عشان ما تنساش ان انت بتجيب المقدار والاتجاه وبتعمل جمع اتجاهي في النهاية. طيب اجيب الاتجاه ازاي؟ على نفس الخط اللي واصل ما بينهم بروح اسأل نفسي، يا ترى في اتراكشن ولا ريبالشن؟ طبعا الاتنين نفس الاشارة، يبقى في ريبالشن، وانا بجيب القوة على مين؟ على 3، يبقى اروح اقف عند 3 واشوف بقى هل بنجذب لكيو واحد ولا بتنافر معاها. طبعا احنا عندنا هنا القوة بتاعتنا هتكون تنافر بالشكل ده، ادي الاف 3 1 لان الاتنين نفس الاشارة وعلى نفس الخط، رحت مده بالشكل ده كده. طيب اف 3 1 ديت يعني اكتبها بقى اي ولا جي؟ يعني اكتبها ازاي؟ حضرتك لو عملت محاور وهمية زي اللي حضرتك شايفها قدامك كده، هتلاقي ان الاف 3 1 دي ايه؟ مايلة على المحاور، يبقى محتاج احللها. طب فين الزاوية اللي هحللها بيها؟ والله عايز تحلل بالزاوية دي شغال، عايز بدي شغال برضو. يعني أنا مثلا قلت الزاوية دي اسمها سيتا، بالتقابل بالرأس يبقى دي اسمها سيتا. خلاص أنا عندي مثلث أو أقدر أجيب منه السيتا، يبقى المسألة خلصت. طب لو اشتغلت على دي، طب ما دي هي نفسها دي، قال له برضو المسألة تتحل وعادي جدا مفيش أي مشكلة. تمام؟ طبعا حضرتك عارف إن اللي نايم على السيتا هيبقى كوزاين، والمركبة التانية هتكون إيه؟ الساين. يعني لو كانت دي السيتا كان هيبقى ده الكوزين وده الساين وهكذا. واحد هيقول لي طب ما ده مثلث متساوي الساقين، يعني ممكن اقول ان السيتا دي ب 45 درجه. انا معاك فعلا الكلام ده مظبوط مفيش مشكله، وانا حبيت اسيبها سيتا زي ما هي كده عشان لو انا مثلث مش متساوي الساقين ومش عارف اجيب قيمتها نشوف هنحلها ازاي. المهم ان انا دلوقتي الاف 3 1 ده كده في اتجاه الاي وده في اتجاه الجي، فرحت حاططها بالشكل ده. فاضل اعرف اللي هي الماجنيتيود بتاع الاف 3 1، وده انت اوريدي جبته. فاضل اعرف الكوزين سيتا والساين سيتا. الكوزين سيتا من الرسمه المجاور الادجيسنت على الوتر الموجود عندك هنا، اللي هي هتبقى ايه على جذر ايه؟ جذر 2 بواحد على جذر 2، اللي هي شيفت كوزين ب 45. انا مش محتاج اصلا اجيب السيتا، ما هو انا عايز الكوزاين نفسها، ليه اروح اجيب السيتا؟ يبقى انا كده خلصت اول حاجه. بالنسبه للساين هتبقى الاوبزيت اللي هو المقابل على الوتر عندك هنا، اللي هي واحد على جذر 2. معاك الكوزاين والساين عوض بيهم. حبيت تجيب السيتا نفسها وتقول كوزاين السيتا اللي انت جبتها اللي هي ال 45 مثلا، برضو عادي مفيش مشكله زي ما حضرتك تحب. المهم ان انت جبت المقدار والاتجاه بتاع الاف 3 1. بعد كده حضرتك هتحسب القوة بتاعت الشحنة التانية اللي هي F 3 2، يبقى قوة على 3 بسبب 2 عبارة عن ال K شحنة الأول في الثاني اللي هي Q 3 في Q 2 على المسافة بينهم تربيع. ال Q 3 مديهالي ب 5 مايكرو، ال Q 2 بسالب 2 مايكرو، يا ترى عوض عن ال Q 2 ب 2 ولا بسالب 2؟ اتفقت إن حضرتك بتجيب المقدار، فبالتالي ما بعوضش بالسالب، خلي بالك من الموضوع ده.
وبطلع الناتج بتاعي بالشكل ده. طب يا ترى اف 3 2 ده لو عايز اكتبه كفيكتور بقى اتجاهه يبقى فين؟ انا هنا بقى السالب هستفيد منه. ليه؟ انا بجيب القوة على كيو 3 يبقى اقف عند كيو 3، والخط اللي واصل بينه وبين 2 اهو، يا ترى اروح شمال ولا اروح يمين؟ عشان ده سالب يبقى استفدت من السالب اهو، يبقى فيه اتراكشن، يبقى اقف عند كيو 3 وارسم الاف 3 2 قدامي بالشكل ده. ده طبعا يا جماعة راكب على المحاور الوهمية بتاعتي، يبقى ده كده على طول اتجاه السالب اي. تمام. الاف توتال بقى عبارة عن ايه يا شباب؟ الاف توتال عبارة عن مجموع القوتين جمع اتجاهي. غلطة مشهورة جدا تلاقي الناس تجيب ده وده وجمع الاتنين يقول لك الناتج ب 20 وربع وخلاص. طبعا الكلام ده غلط، انت لازم تراعي الاتجاهات بالنسبة لك، لازم تراعي ان هنا متجه وده متجه اهو، فهتحط كل واحد بالاتجاه بتاعه يطلع الناتج بالشكل ده. كده المسألة خلصت. ايه رأيك لو هنزود مطلوب كده وراح قال لك ايه، احسب لي المقدار والاتجاه، هات لي الماجنتيود لوحده والدايركشن لوحده، اجيبهم ازاي؟ طبعا لو طلب كده ما ينفعش تقف بالشكل ده، انت كده جبتها لي كفيكتور، جبت الفورس از فيكتور وخلاص. طب لو انا عايز احسبه از ماجنتيود بقى اعمل ايه؟ كماجنتيود يبقى انت هتقول الروت بتاع مركبه الاكس سكوير بلس الجي سكوير، فتطلع زي ما تطلع معاك. لو عايز الدايركشن يبقى تان ماينس 1 كل واحده باشارتها، يعني اخد اللي هو مركبه الجي على مركبه الايه الاكس، طبعا ده بالموجب وده بالسالب، هيطلع الناتج معاك بالسالب بالشكل ده مفيش اي مشكله، وده المحصله بتاعه القوه اللي حضرتك ايه حسبتها. المثال الثالث بيقول لي عندك 3 بوينت تشارج، عندك 3 شحنات نقطيه موجوده على الاكس اكسس كما هو موضح بالشكل. تمام. هو في الشكل ده مديك شحنتين كيو 1 وكيو 2، الثالثه هو مش رسمها، هنشوف دلوقتي مكانها فين. ذا بوزيتيف تشارج كيو 1 مديك قيمه الشحنه اللي اسمها كيو 1 ب 15 مايكرو، والاكس ب 2 متر. البوزيتيف تشارج كيو 2 ودي موجوده عند الاوريجن. بعد كده بيقول لي النت فورس اللي بتاثر على كيو 3 دي بزيرو، اللي هو ما رسمهاش لسه. What is the x coordinate of the Q3؟ طيب برضو برجع تاني يا جماعة، فكر قبل لما تخش على الرياضة بتاعة المسألة. هو بيقول لي فين الموضع بتاع الكيو 3؟ يا ترى الكيو 3 مكانها فين؟ فأنا مش عارف أبدأ المسألة منين. هو طبعا في واحد هيقول لك إيه، روح هات القوة، ما احنا عملنا شحن في كولوم في قوة وكده. طبعا الكلام ده مش صحيح، لازم تبقى فاهم عشان لما يغير حاجة في المسألة تعرف تحلها. هو بيقول لك فين الموضع، أنا مش عارف أبدأ المسألة إزاي، بس قريت شرط هو كاتبه لي، لو انا مشيت وراه المساله هتخلص. الشرط ده ان النت فورس اكتنج اون كيو 3 از ايه؟ از زيرو. القوه اللي بتاثر على الشحنه الثالثه اللي اسمها كيو 3 ديت هتكون بكام؟ بصفر. يعني انا دلوقتي هجرب مكان، لما اجيب التوتال فورس على كيو 3 هلاقيه بكام؟ بصفر. لما اعوض في الايكويشن دي هلاقي الاكس دي ظهرت معايا، وهي دي فكره المساله. طيب تعال نشوف كده ننفذ الكلام ده ازاي. يبقى انا الاف توتال دلوقتي على كيو 3 بصفر، يبقى عباره عن ده زائد ده بزيرو، يبقى ده بيساوي ايه؟ يبقى انا ده اللي بتكلم فيه دلوقتي. يبقى انا كده وصلت ان انا محتاج مكان الاقي فيه قوتين قد بعض وعكس بعض في الاتجاه. تعال ندور على عكس بعض في الاتجاه دي الاول. لو انا حطيت كيو 3 هنا هلاقي تاثير 2 على 3 ريبالشن بالشكل ده، وتأثير 1 على 3 برضه ريبالشن بالشكل ده، فحضرتك هتلاحظ ان قوتين طالعين في نفس الاتجاه، هل هم عكس بعض في الاتجاه؟ لا، يبقى الاجابه دي غلط. طب لو جربت هنا برضه هتلاقي تأثير الواحد على 3 والاتنين على 3 طالعين برضه كده، ومستحيل القوة تنعدم عليها، ما هو هتنعدم ازاي لو ما كانوش عكس بعض؟ تمام؟ طب في واحد هيقول لي ما ممكن تبقى في النص، تعال نشوف. لو انا حطيت كيو 3 هنا تأثير الشحنة الثانية على الثالثة ريبالشن بالشكل ده، تأثير الأولى على الثالثة ريبالشن بالشكل ده، ممكن القوة تنعدم. يبقى أنا بالنسبة لي الإجابتين دول غلط، والإجابة الصح اللي هي إيه؟ ما بينهم. يبقى أنا عرفت مبدئيا المكان فين، كويس؟ فين بقى بالظبط أروح أفترض إن هي تبعد عن واحدة فيهم X والتانية هتبقى باقي المسافة اللي هي 2 ناقص X. يبقى أنا كده حددت مبدئيا الموضع بتاع الإيه؟ الشحنة بتاعتي. طبعا واحد هيقول لي طب انا كنت افرضها في اي مكان واشوف الاكس هتطلع بكام، ما انت لو فرضتها هنا كانت هتبعد عن دي اكس وكانت عن دي 2 زائد اكس، لا المعادله هتختلف كده. فده السبب ان انا كان لازم اعرف مبدئيا مكان الشحنه هيكون موجود فين في انه حته،
واروح افرض المسافه دي اكس مثلا، المسافه دي هتكون 2 نص اكس، وابتدي بقى ايه اعوض في المعادله، الاقي الاكس زي الباشا كده ظهرت ايه معايا. تمام. طيب قبل ما نكمل الحل، في بس تعليق صغير، يا ترى ايه اللي يجرى لو كانت دي موجب ودي كانت سالب مثلا؟ حضرتك هتلاحظ ان المكان اللي هينعدم فيه المره دي لما تيجي تعيد التجربه هتطلع براها، يعني هتطلع يا دي اللي صح يا دي اللي صح، ودايما بتنعدم بالقرب من الشحنه الايه الصغيره، بتنعدم القوه بالقرب من الشحنه الصغيره. تمام. فالكلام ده طبعا لما حضرتك هتحلها بالرياضه وتجرب المكانين دول هتلاقي واحده فيها الاجابات كلها مرفوضه، واحده هتطلع فيهم الاجابه اللي هي اللي ممكن تمشي معاك، وده هتعرفها من الاشاره بتاعت الاكس اللي هتطلع معاك في الاخر، وهتلاقي زي ما قلت لك اختصار للوقت هتلاقيها دايما بتنعدم بالقرب من الشحنه الصغيره مقدارا، يعني طبعا ده بناء على قانون كولوم اللي هي العلاقه العكسيه مع المسافه يعني. ماشي، نبقى نحاول نشوف مسألة على القصة دي بعدين. المهم نرجع لموضوعنا، لو جينا شفنا القانون ده بقى، يبقى انت دلوقتي بتقول لي خلاص عرفنا الاتجاهات، نشوف المقدار، دي عبارة عن كي كيو 3 كيو 1 على الار سكوير، دي 3 و2 على الار اللي ما بينهم سكوير، اهو اختصر الكي مع الكي والكيو 3 مع الكيو 3. الكيو 1 بقت عندك معلومة اللي هو مداك ب 15، والكيو 2 اللي هي بال6، المسافة ما بين الثلاثة والواحد اللي هي 2 ناقص اكس كل تربيع، ما بين الثلاثة والاثنين اللي هي تبقى الاكس ايه تربيع. يبقى انا لما اجي دلوقتي اضرب الطرفين في الوسطين عندي في المعادلة هيطلع لي المعادلة بالشكل ده، فك التربيع، مربع الاول مربع الثاني، 2 الاول في الثاني، ظبط شكل معادلتك طلعت بالمنظر ده كده في الاخر، حلها بالآلة الحاسبة، حلها بالميز، حلها زي ما تحلها، يطلع لك إجابة الإكس بكذا أو كذا. طبعا السالب ده بالنسبة لنا إيه؟ مرفوض. يبقى هي بتبعد 7 من 10 من الشحنة اللي اسمها Q2، زي ما أنا لسه قايل لحضرتك بتكون بالقرب من الشحنة الصغيرة، الستة دي الأصغر ولا الـ15؟ أكيد الستة، فطلعت على مسافة 7 من 10 وهتبعد عن دي مسافة 1.3، فبتطلع دايما بالقرب من الشحنة الايه الصغيرة زي ما انا لسه قايل لحضرتك من شوية. طيب لو جينا نشوف المسألة ديت فيها فكرة جميلة، تعال نشوفها مع بعض كده. بيقول لك عندك two small identical metal sphere، هنفهم identical دي الغرض منها ايه. مسافة بينهم 3 سنتي، attract each other with a force of كذا، بيجذبوا بعض بالقوة كذا. ماشي. They are momentarily connected by a wire، توصلهم لحظيا بسلك. Find the original charges. Original قايلها ليه؟ هنفهم كمان شوية. If they now rebel each other، الله ده كان لسه بيقول attract بقت rebel، طب ايه السبب؟ هنفهم كمان شوية. With a force of a 10 نيوتن. يا ترى ايه اللي حصل في المسألة ديت؟ الناس يا جماعة اللي ما بتفكرش في المسألة ويقول لك أنا هحل حسب المعطيات، أجي أعوض بال 150 وبال 10 نيوتن في قانون كولوم، طبعا هيلاقي المسألة باظت منه بدون سبب يعني. طيب تعالى احنا بقى الناس اللي بتفهم، تعالى نفكر كده واحدة واحدة ونشوف المسألة دي بتتحل ازاي. هو بيقول لك عندك two identical metal sphere، حطيت التو سفيرز اهو، تمام، attract each other، ففهمت attract دي ان واحدة منهم positive والتانية negative، خليت دي positive دي negative مش فارقة، المهم واحدة موجب واحدة سالب، وما ادانيش شحناتهم، ففرضت اسمها Q1 وQ2 وما بينهم قوة مقدارة 150 نيوتن، رحت حاطط قانون كولوم، ادي ال 150 و9 في 10 9 والمسافة، رحت مطلع حاصل ضرب الشحنات بكذا، ودي المعادلة الأولى. جميل جدا. لحظيا وصلهم بإيه؟ بسلك. لحظيا وصلهم بسلك. طب يا ترى لما وصلهم بسلك دي تفرق معايا في إيه؟ ارجع كده معايا بالذاكرة لبداية المحاضرة لما جيت قلت لك في انتقال الشحنات. لو قلت لك مثلا عندك كرتين، واحدة مشحونة بسالب 6 وواحدة بسالب 4، ورحت موصل سلك ما بينهم، فالشحنة الجديدة عليهم بكام؟ لما توصل سلك ما بينهم فبالتالي حضرتك بتجمع جمع جبري. طبعا أنا هنا دلوقتي مفيش اتجاهات عشان تقول لي والله هيبقى في الإكس والواي والزد، فبالتالي بتجمع جمع جبري، يعني لازم تاخد كل شحنة بالإشارة بتاعتها، فلما تقول سالب 6 زائد السالب 4 يطلع الناتج بكام؟ بسالب 10. الشحنة الجديدة اللي عليهم دلوقتي بقت بكام؟ حضرتك سالب 4 وسالب 6 بقت دلوقتي سالب 10 مقسومة على 2، بقت دي سالب 5 ودي سالب 5. تمام؟ هنعمل نفس اللعبة عندنا دلوقتي، الشحنة دي اسمها Q1 وQ2، هتاخد كل واحدة بالإشارة بتاعتها، فتبقى Q1 زائد السالب Q2،
طب يا ترى لما وصلت السلك ده دلوقتي وحصل انتقال الشحنات، الشحنة الجديدة بكام؟ أنا هنا كان بأرقام طلعتها بسالب 10 مفيهاش مشكلة. طب أنا دلوقتي معرفش الناتج الجديد بكام؟ تعالى يا سيدي نسميه كيو كابيتال مثلا. الكيو كابيتال دي هتتوزع ازاي عليهم؟ السالب 10 دي اتوزعت سالب 5 وسالب 5، قسمت على الاثنين يعني، فيبقى ده بقى كيو 2 على الاثنين، وده كيو على ايه؟ على الاثنين، اتوزعت بالتساوي. يعني دلوقتي انا فهمت ايه سبب ان القوة قيمتها اتغيرت عشان الشحنات اتغيرت، وبعد ما كانت اتراكشن موجب وسالب بقوا الاثنين ليهم نفس الإشارة، فبالتالي بقى ما بينهم ايه؟ ريبالشن. كويس، فبالتالي لما اجي اعوض في قانون كولوم للمره الثانيه بقت العشرة دلوقتي ناتج ضرب الشحنات، ما اسمهاش كيو 1 وكيو 2، وده السبب ان بيقول لك هات لي الاوريجينال، فبالتالي بقت الايه كيو على الاثنين مضروبه في كيو على الاثنين على نفس المسافه اللي ما بينهم، طرفين في وسطين، طلع قيمه الكيو بتاعتك ديت هتطلع بالرقم ده. الكيو اللي معاك دي ارجع وعوض بيها في المعادله اللي فوق هنا، بقى عندك كيو 1 ناقص كيو 2 بالقيمه دي، ودي المعادله الثانيه. انا كده بالنسبه للفيزياء انا خلصت المساله، لان بقيه المساله شغل رياضه بقى، ازاي احل المعادلتين مع بعض؟ حضرتك بتعوض من واحده في الثانيه، يعني ممكن تيجي من هنا تقول ان كيو 1 بتساوي الرقم ده زائد الكيو 2، وخد الكيو 1 عوض بيها فوق، او الكيو 1 بتساوي الرقم ده على الكيو 2 وعوض بيها في المعادله اللي تحت، اللي انت عايزه كمل بيه. انا عوضت من المعادله الثانيه في الاولى، فرحت قايل انا اسف، عوضت من الاولى في الثانيه، فرحت شايل ال Q2 حطيت القيمة بتاعتها اللي هي 1.5 على ال Q1، وبعد كده لما نيجي نكمل المسألة تضرب الطرفين في ال Q1 هتبقى Q1 تربيع، خلاص Q1 تطير هنا وتضرب الطرف ده في Q1، ودي دي الناحية دي بقت المعادلة بالشكل ده، كأنها X تربيع ناقص X في كذا ناقص الحد المطلق بيساوي صفر. يا إما تحلها بطريقة المميز، يا إما بالكالكوليتر اللي هي مود 5 و3 بعد كده اللي هي معادلة من الدرجة التانية، المهم هيطلع لك الكيو 1 بالرقم ده أو بالرقم ده، ده القيمتين بتوع كيو 1. حضرتك هتروح تعوض في المعادلة رقم 2، المعادلة رقم 2 اللي هي كانت في السلايد اللي فاتت بالشكل ده كده، فلما تحط الكيو 1 ب5 هتودي دي هنا وتودي دي هنا، المهم هيطلع لك الكيو 2 ب3 مايكرو، ولما تعوض بالسالب 3 يطلع الناتج بالسالب 5. في بس تعليق على حاجة صغيرة، ان انت بالنسبة لك هما الشحنتين كده اللي هما يعتبروا 5 و3، ما هو معنى الموجب اللي طالع ده ان فرضيتك كانت صحيحة، يعني معناها كده ان كيو 1 دي كانت ب5، ومعنى ان كيو 2 طلعت بموجب 3، فده معناه ان هي فرضيتك لكيو 2 اللي هي السالبة دي كانت صحيحة، فهي ده معناه ان هي سالب 3، انت فرضها سالب من الاول واستخدمت السالب، فسالب في موجب يطلع الناتج بسالب، يعني معنى ان هنا طلع بسالب 3 فانت بتقول عكس الفرض بتاعك، يبقى دي اللي كانت سالب 3. كويس، معنى ان طلع سالب 5 يبقى عكس الفرض اللي انت عملته هنا اللي هي تطلع موجب 5، يعني من الاخر لو ده موجب 5 ده سالب 3، لو دي سالب 3 التانية تطلع موجب 5، فالمهم ان الشحنتين عكس بعض، يعني واحدة ب3 واحدة ب5، واحدة موجب والتانية تبقى ايه؟ بالسالب، فمش فارقة معاك حسب فرضيتك اللي انت عاملها من بداية الايه؟ المسألة. تمام كده؟ لما نيجي نشوف المسألة الأخيرة النهاردة بيقول لي ايه؟ two identical small charged spheres each having a mass of كذا hanging equilibrium as shown in figure. The length L of each string is كذا، مديني الطول بتاع كل واحدة فيهم والانجل بتاعتهم بكذا. Find the magnitude of the charge on each sphere. مبدئيا بس يعني عايزين نعلق على حاجة، النقطة اللي أنا بأكد عليها جدا، يا جماعة بلاش تحل المسائل بحفظ، يعني لو أنت تقراها أو تسمع حلها وترجع تحلها تاني أنت كده بتسمعها. طيب مش عايز أعمل كده، عايز أفكر في المسألة، عايز أحط استراتيجية للحل. هو بيقول لي find the magnitude of the charge on each sphere، عايز يجيب المقدار بتاع الشحنة على كل كرة. فواحد جه قال لي طب اجيب الشحنه دي ازاي؟ احنا خدنا قانون كولوم، عوض في قانون كولوم. اقول له يا سيدي مش عشان احنا بنشرح كولوم يبقى لازم نستعمل القانون بتاعه، نفس المساله دي اختها هتتكرر معاك في الالكتريك فيلد وفي جاوس وفي البوتنشال، نفس الشكل بالظبط، بس كل مره بنغير حته في حل المساله. طب اجيب التشارج دي ازاي؟ ايه الكلمه، ايه المفتاح اللي اخش احل بيه المساله؟ في كلمة لما بتقراها في أي مكان، سواء حضرتك كنت بتحل بقى في فيزياء في ميكانيكا في أي مادة، حضرتك لما تقرا كلمة equilibrium ده معناه إن التوتال فورس بزيرو، ده معنى كلمة equilibrium. بناء على كده ظهرت الفورس اللي حضرتك بتدور عليها،
يبقى كلمة equilibrium معناها إن التوتال فورس بصفر. يعني إيه توتال فورس بصفر؟ يعني المحصلة سواء كانت في الواي دايركشن أو الإكس دايركشن هتبقى بكام؟ بزيرو. طب يا ترى إيه الفورسز اللي بتبقى موجودة اللي بتخلي الجسم يكون في حالة equilibrium؟ لازم هلاقي قوة قد بعض وعكس بعض يعني. فمعنى إن إداك ماس إن في وزن. الوزن بتاعك لو عبارة عن mg، معنى إن في حبل أو string مديك الطول بتاعه خيط، فبالتالي في شد. الشد ده لو عملنا محاور ممكن يتحل المركبتين بالشكل ده، لو افترضنا دي سيتا يبقى الزاويه دي هنا سيتا، يبقى دي كوزاين ودي ساين. طيب لغايه دلوقتي انا ما اتكلمتش على الفيزيكس في حاجه، يعني انا بالنسبه لي ده بيلاشي ده، امال ده مين اللي هيلاشيه؟ فعندك طبعا الشحنات، يبقى في قوه كهربائيه، في ريبالشن يظهر لي القوه الكهربائيه في الاتجاه ده اللي هي كي كيو 1 كيو 2 على الار سكوير. يبقى محصله القوه في واي التي كوزاين ناقص الام جي بزيرو، طبعا ده في الجي وده في السالب جي، فعشان كده قلت ده ناقص ده بزيرو، او الاثنين بيساووا بعض يعني ان ده بيساوي ده. ولو جيت على محور اكس القوه الكهربائيه هتساوي القوه اللي هي المركبه الثانيه اللي هي تي ساين سيتا. القوه الكهربائيه عباره عن كي كيو 1 كيو 2 على الار سكوير. طبعا الشحنات زي بعض، هو مديها لي على الرسمه كيو وكيو، فقلتها خلاص اللي هي كيو سكوير. والمسافه اللي ما بينهم دي اسمها اي، واي تبقى 2a، طبعا ما تنساش التربيع، فيبقى المعادله بتاعتي كتبت بالشكل ده. انا عايز التشارج ظهرت عندي، هو ده اللي انا بقول لك عليه، انا مش عارف ابدا المساله منين، بس لما مسكت القايل ومشيت وراه لقيت اللي بيسال عليه ده ظهر معايا. طب الكي 9 في 10 اس 9 الاي ده اجيبه ازاي؟ والله هو الراجل كتر خيره في المساله مديني الثيتا بخمس درجات، فبالنسبه لك سواء جبتها تان بقى جيبها زي ما تجيبها، عندك مثلا الساين اللي هو المقابل على الوتر، فعندك الاوبزيت اللي هو الاي مديها لك الاي انت عايز تحسبها انا اسف، والسيتا بخمس درجات، والال عندك اللي هي ب 15 من 100، يبقى تعويض مباشر تقدر تطلع قيمه الاي بتاعتك. طب التي اجيبها منين؟ التي ده موجود عندك في الايكويشن هنا، معاك الماس 3 من 100، الجي 9 و8، السيتا بخمس درجات، تقدر تطلع قيمه التي بتاعتك. معاك الاي والتي، تعويض مباشر جبت قيمه الكيو تربيعه منها قيمة الكيو، طبعا ده اللي هو كأنه 441 نانو كولوم. يبقى كده انت حسبت الشحنة. وبفكرك تاني فكرة المسألة دي أهم حاجة قبل ما تبتدي تحل وتخش في شغل الرياضة والحاجات اللي جواها. شكرا لحسن استماعكم، بعتذر على الإطالة، ويا رب يكون الموضوع بسيط ونشوفكم في المحاضرة الجاية بإذن الله.